تأكيد الحكومة المصرية إن مفيش صحة للشائعات اللي ذكرت إن المواطنين اللي بتحتاج بطاقتهم لتحديث لن يحصلوا على مخصصاتهم التموينية الخاصة بشهر رمضان المعظم. كان في كده ناس كتيرة جدا متضايقة، والكلام كان كتير طالع إن هل الناس اللي لسه البطاقات بتاعتها ما تحدثتش هتكون ليها نصيب من فكرة بقى المخصصات التموينية الخاصة بشهر رمضان ولا لا. فهنا بقى بتأكد الحكومة المصرية إن دي إشاعات. بس على كل حال خلينا برضو نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين. أستاذ ممدوح، صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ نهوان، صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير يا فندم. نتأكد من حضرتك معلش، لأنها يعني موضوع، ده موضوع مهم، مفيش صحة للكلام ده يا فندم، صح كده؟ بالتأكيد دي شائعات، والتموين أو الدعم الغذائي أو الدعم التمويني سيصرف خلال شهر يونيو لمن لم يحدث أو الذين يشملهم تحديث البطاقات التموينية، ولا صحة إطلاقا لإلغاء المقررات التموينية في الشهر القادم لمن لم يحدث البطاقة التموينية. هذا الكلام غير صحيح، ودي شائعات عمالة تطلع بين اليوم والتاني. بس خلينا نأكد حضرتك يا أستاذة نهاوند على حاجة، إن احنا برضو محتاجين كل من يشملهم عملية التحديث معهم لحد يوم 30/6. لحد يوم 30/6. والله احنا بنناشد كل يوم هنا حقيقي لما يكون معانا خبر على وزارة التموين ان يا جماعة ده لمصلحتكم، روحوا حدثوا البيانات، لان بعد كده محدش عارف الموضوع هيمشي ازاي، يعني هم اللي هيتضروا. فاحنا بنأكد على ده كل يوم. بس اسمح لي اسأل حضرتك برضو استاذ ممدوح حاجة، هل الوزارة عملت مؤتمر صحفي علشان تنفي فيه الشائعات دي، ولا كان بس مجرد بيان صدر للإعلام والصحافة؟ حضرتك احنا مستمرين في نشر كل ما يعنى للمواطن المصري المستفيد من عملية تحديث البطاقات، وبنحدد له حقوقه حتى يوم 30/6، وبنحدد له كل ما هو مطلوب منه حتى يوم 30/6 فيما يخص التحديث. ده امر دوري حضرتك. عملنا مؤتمر صحفي قبل ذلك من حوالي اسبوعين، واكدنا فيه هذا الكلام، وبنطلع بيانات صحفية بشكل مستمر علشان ناكد في هذا البيان هذا الكلام. فنرجو من السادة الذين يشملهم عملية التحديث أن يسارعوا بتحديث بطاقاتهم قبل الموعد المحدد، ونؤكد أن صرف السلع التموينية مستمر خلال فترة التحديث بالكامل، ولن يتم قطع الدعم التمويني عن أي مواطن يشمله عملية التحديث. طيب رائع جدا، ده كده كلام يطمن الناس برضو، لأن مهم قوي يكونوا عارفين. نشكرك أستاذ ممدوح رمضان، شكرا لك. كلام مهم جدا، ونفكر الناس 30/6 ده هو الموعد النهائي، اخر موعد لتحديث البيانات للبطاقات التموينيه، وده لمصلحه كل واحد على فكره، مصلحه كل واحد، عشان في النهايه نعرف كده الدعم ده رايح لمين وفين، والكلمه اللي احنا بنسمعها دايما ان الدعم يروح لمستحقيه تبقى واقع حقيقي نعيشه، فده لمصلحتك عشان يصلك دعم حقيقي ودعم مميز كمان، لازم يحصل تحديث للبيانات قبل يوم 30/6.